في ظل التصريحات المتخبطة من قبل بعض المسؤولين من قبل الأحزاب الدينية والتي اعتلت المنصة البرلمانية في الوقت الراهن، شهد الشارع المصري وتحديدا العاملين في قطاع السياحة تخوفا من تشريع قوانين جديدة تتوافق مع المرجعية الإسلامية لتلك الأحزاب. ورغم مشاركة حزب الحرية والعدالة في تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي الروسي في مدينة الغردقة، إلا أن تلك المشاركة اقتصرت الترحيب بها على الجهات المنظمة سياسية كانت أو شركات خاصة، فيما ظل البعض يرتقب هل هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ خايفين جدا ان يحصل انهم يوقفوا السياحة او يحصل دروب او تحصل مشكلة انهم يطلقوا قوانين تمنع السائحين انها تيجي. يعني مثلا قالوا لنا في الاول سمعنا اراء ان هيمنعوا الخمور في الفنادق، تمام، ودي طبعا مشكلة لان انت حضرتك عارف ان السائح الاجنبي بيجي المفروض بيشرب خمرة، بيبقى قاعد على البيتش مثلا السائحة لابسة مايوه، تمام. الكلام ده كله طبعا مش وارد، انت لو منعت حاجه زي كده اعتقد مش هيبقى فيه سياح في الغردقه، هيبقى صعب ان حد هيجي لك لان انت كده بتكبت حريتهم، تمام. ففي الاول طبعا كنا خايفين، بس اعتقد ان الاسلاميين بعد كده ادلوا تصريحات وصرحوا ان هم ما لهمش اي علاقه بالسياحه ومش جايين عشان موضوع السياحه خالص ومش هيمنعوا السياحه، لان السياحه طبعا مش عايز اقول لحضرتك بتمثل نسبه قد ايه في الاقتصاد القومي، شغال فيها 18 مليون غير ان في 75 صناعه اي مع السياحه، فلك ان تتخيل الناس دي واسرها قد ايه لو حصل ان طلع اي قانون يمنع السياحه او قانون ضد السياحه، الناس دي كلها ممكن تعمل ثوره جديده. الحدود واضحه كما وضحها المشرع، ولكن تطبيقاتها لها أوجه عدة في ظل نظام سابق ونظام ذو طابع ديني يستخدم كلمة الحرام في الكثير من تصريحاته. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.